اتفضلي. مين حضرتك؟ مدام مهدي موجودة؟ اه موجودة. نقول لها مين؟ تحت امر. كنت عايزاكي في موضوع. هو انت مين؟ انت اللي مين؟ انا اللي مين؟ دي صاحبتي. يبقى مش من حقها تسأل. انا هنيه اللي اقول مين اللي يسأل ومين اللي ما يسألش. حسن اللي بعتني. حسن مين؟ طب ممكن نقعد بس ونتكلم؟ اتفضلي. حسن ابن أظن عيب قوي على فكرة. حسن ابن عبد الحكيم أخو مروان طليقك. أنت بتقولي إيه؟ أنا وش ما تخافيش، أنا جاية أتفق معاكي. أنت ما تعرفيش أنا وقفت بره قد إيه لحد ما مهدي خرج. ما هو ما كانش ينفع أقابلك وهو هنا. أنا ما فاهماش أنت بتتكلمي عن. لا أنت فاهمة كويس قوي أنا بتكلم عن إيه وأقصد إيه. وطالما مهدي مصمم إنك تقابلي حسن وجبرية يبقى عايز يخلص منك، بس بطريقته. كلامي غريب. ما هو حسن لما يشوفك دمه هيتحرق وهيفور، وطبعا جبريه مخها هيجيبه هيودي 100 حاجه حقها. عايزه تاخد طار جوزها الله يرحمه اللي اتقتل، وبكده مهدي هيخلص منك من غير ما يلوث ايده بدمك، صح ولا انا غلطانه؟ وطبعا حسن مش هيعمل اللي في دماغه خالص، ومش هيعمل اللي مهدي عايزه. وخدي بالك البت اللي عامله صاحبتك دي مش سهله خالص، دي بتنقل كل كلمه وحركه لمهدي، ومادام هو قدر يعمل فيك اللي هو بيعمله ده يبقى البت دي مقويه عليكي. وانت اللي عايزه مصلحتي؟ لا، عايزه مصلحتي انا ومصلحتي مع حسن، وحسن مصلحته يبقى الكبير، وعشان يبقى الكبير طبعا لازم يبقى له ظهر، والظهر ده اكيد مش مهدي. عارفه ليه؟ عارفه ليه؟ كويس، طمنتيني انك فاهمه. عشان مهدي مش هيسمح ان حد يكبر اكتر من اللازم. بالظبط كده. وحسن عايز يحط يده في يدي؟ عايزنا نساعده مش كده؟ ليه لا؟ وأول ما يكبر ويبقى فوق يحطني في تابوت ويكفله علي ويرميني في الترعة. لا خالص، احنا محتاجين لبعض، وطول ما احنا محتاجين لبعض صحاب وحبايب، مش بعيد نبقى قرايب كمان. حسن عايز يعرف انتي معانا ولا لا؟ معاكي في ايه؟ فهميني. هفهمك، بس لازم نتفق الأول. هعتبر ان احنا اتفقنا، وخلي المقابلة دي عربون صدق. وخدي بالك من البت دي قوي قوي، علشان هي زمانها دلوقتي كلمت مهدي وبلغته بكل حاجة. قولي له بقى لما تشوفيه إن أنا جاي أقلب الدنيا عليه علشان أقولك إنه هيتجوز عليكي. آه، بالمناسبة هيتجوزني أنا. أسيبك بقى. آه، أنا مش عايزاكي تاخدي مني موقف. بليز ما تتضايقيش. لا، مفيش حاجة. باي. عجبك اللي عملته ده؟ شايفه كان بتكلمني ازاي؟ ويعني اللي عملتيه كان زين قوي؟ تتصنطي عليا يا بت؟ بصراحه كنت خايفه، دي بنت محرم، يعني اكيد جايه وجايبه وراها بلاوي. صح، جايبه وراها بلاوي.